بكلمكم في موضوع بعنوان طوبى لعيونكم لأنها تبصر. طبعا انتوا عارفين احنا بنقولها امتى دي؟ بنقولها قبل ما يتقري الإنجيل علينا في القداس. أبونا بيفكرنا بكلام ربنا يسوع لما قال طوبى لعيونكم لأنها تبصر ولآذانكم لأنها تسمع، فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة. ليه بتقول الكنيسة علينا يا بخت عينيكم؟ لازم احنا شايفين حاجة الناس مش شايفينها. طب ايه اللي احنا شايفينه والناس مش شايفينه؟ ما احنا شايفين زي غيرنا، ناس وعربيات وشوارع. اللي يميز عينينا عن عينين الناس الإيمان، فنحن حين نؤمن نرى أمورا لا يراها الناس. فاكرين تعريف الإيمان حسب كلام بولس؟ يقول الإيمان هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. الإيقان بأمور لا ترى، يعني أنت في كنيسة عندك إيمان أن ربنا صاحب البيت ده وأن في ملائكة في المكان ده، فأنت بتدخل الكنيسة بخشوع باحترام لأنك شايف حسب إيمانك أن ده مكان ربنا وفي بيتك يا رب طليق القداس. لو واحد ما عندوش إيمان يعتبر المكان زيه زي الشارع، زيه زي أي قاعة، زي أي حاجة، لأنه هو مش شايف غير أن شوية كراسي وشوية حيطان. واضح؟ يبقى طوبى لعيونكم يستحقها من يؤمن. اللي عنده إيمان يتقال له يا بخت عينيك. اللي عنده إيمان يتقال له كده يا بخت عينيك لأنها شايفة، شايفة اللي الناس مش شايفة. تعالوا نقول ثلاث حاجات المفروض نشوفهم طول الوقت يخلونا فعلا طوبى لعيونكم. وعاوزكم تحفظوا الثلاث كلمات دول. عاوزين نشوف ايه؟ صفات الله ووعود الله وترتيبات الله. عاوزين نشوفهم صفات الله ووعود الله وترتيبات الله. الأول أقرأ لكم النص اللي قاله المسيح لما كان بيوعظ بأمثال. جم التلاميذ قالوا له إيه يا رب؟ هو أنت هتفضل تحكي حكايات وخلاص؟ مش هتقول لنا الحكايات دي معناها إيه؟ قال لهم معلش، ما الشعب ده أصله إيه؟ يشوفه ما يشوفش. يعني إيه؟ يشوفه كأنه ما شافش. اليهود كان كده، لهم عيون مبصرين لا يبصرون، سامعين لا يسمعون ولا يفهمون. فتمت فيهم نبوة أشعياء القائلة تسمعون سمعا ولا تفهمون، مبصرين تبصرون ولا تنظرون، لأن قلب هذا الشعب قد غلظ وأذانهم قد ثقل سماعها، وغمضوا عيونهم لئلا يبصروا بعيونهم ويسمعوا بأذانهم ويفهموا بقلوبهم ويرجعوا فأشفيهم. ولكن احنا عاوزين ولكن دي كلام كان للرسل بقى. انتوا بقى يا رسل غير بقية الناس، انتوا تشوفوا اللي الناس مش شايفاه، ولما تسمعوا تفهموا وترجعوا عشان ما تبقوش زي بقية اليهود ليكوا عينين مش شغال او ليكوا دان عطلانة. فهمتوا المعنى؟ فهنا ساعتها قال لها طوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع. يبقى اللي يؤمن ويثق عينيه تتفتح. وهنا فاكرين في مرة المسيح عمل معجزة؟ كان بيشفي عميان كتير، بس مرة واحد أعمى شفاه على مراحل. فاكرينها دي؟ لما جابوا له واحد كده جرينه غلبان مش بيشوف، خده وطلع بيه برا القرية، وبعدين حط طين على عينيه وقال له شايف ايه؟ قال له مش شايف كويس، شايف الناس زي الشجر. قال له طب استنى، حط عينيه ايديه تاني وقال له شايف ايه؟ قال له لا شايف احسن، شايف كل حاجة. كأن الإيمان درجات من الرؤية. إيه اللي يفرقنا عن القديسين؟ إيمانهم أقوى فشايفين أكتر، إحنا مش شايفين كفاية، بس إحنا كمان كمؤمنين شايفين أكتر من الناس اللي بر، لأن في برا ناس مش شايفة اللي إحنا شايفينه، وفي مننا ناس شايفين أكتر مننا. واضحة؟ يبقى الإيمان درجات، زي ما النظر درجات، في واحد 6 على 6، دول بقى القديسين الكبار اللي شايفين ربنا زي ما شايفين الناس طول الوقت، حاسين بيه وشايفينه. وفي ناس على قدنا كده شايفين الحكاية ايه؟ مغبشة، معلش، بس احسن من اللي مش شايفين خالص. تاني بنقول ان طوبى لعيونكم مقصود بيها الايمان. اللي يفتح العين الايمان، درجة ايمانك
تخليها معناها يا بخت عينيك اللي شايف. عشان نشوف محتاجين نشوف على الأقل ثلاث حاجات: صفات الله، وعود الله، ترتيبات الله. نبدأ بصفات الله. أول صفة نحتاج أن نراها يعني بعين بصيرة كده وبتركيز هي محبة الله. الناس تبص على المشاكل تقول لو ربنا موجود ما كانش ساب المشاكل. اللي عنده إيمان يبص على المشاكل يقول ربنا بيحبني فبعت لي مشاكل. في فرق كتير قوي، فرق كبير. يقول الكتاب هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد كي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. أنت عينك مفتوحة لأنك تثق أن الله يحبك لدرجة أرسل ابنه الوحيد يكفر عن خطاياك. فأنت شايف الحقيقة واضحة. فلو جالك أي حد يقول لك ربنا مش بيحبك قل له أنت كذاب، ده أنا شايفها زي الشمس، ده بيحبني لدرجة أرسل ابنه الوحيد. لو الدنيا كلها ضد ولو الناس كلها قالت علي أي حاجة كل دول كذابين. يظل الله صادقا وكل إنسان كاذب. يبقى هنا إيه؟ طوبى لعينيك. لو أنت حبيبي مستمتع بحب الله الملائكة توشوشك وتقول لك طوبى لعينيك، ليه؟ أصلك شايف. في واحد يمشي كده شوية هوا يخبطه فيه يحس ربنا بيطبطب عليه، طوبى لعينيك لأنك حاسس بحب ربنا. في واحد يبص على العصفورة يقول لا ده أنا أحسن منك، أنت ربنا واخد باله منك بس أنا أحسن منك لأنه مهتم بيا أكتر، طوبى لعينيك. هنا مقصود بيها إيه؟ الوعي الدائم بحب الله. كل حاجة تحصل حواليك تقول أيوة ربنا بيحبني، أصل ربنا بيحبني. فاللي طول اليوم بيقول في باله ربنا بيحبني ده عينيه مفتوحة. هو ده اللي بنقول له طوبى لعيونكم لأنها تبصر. يقول في هذه هي المحبة، ليس أننا نحن أحببنا الله بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا. يعني المحبة مش إن إحنا بنحبه، إحنا بنحبه حب تعبان، نحبه ساعة وننساه بقية اليوم، نحبه مرة ونزعله مرات، إنما هو حب مستمر غير متقطع غير متزعزع غير متغير. حبه ثابت، تغلط يحبك، تمشي كويس يحبك، تصلي يحبك، ما تصليش بيحبك، تبعد عنه يحبك، تقرب منه يحبك. هو ما عندوش غير كده، هو حب مستمر. انت شايف دي ولا مش شايفها؟ لو شايفها طوبى لعيونكم لانها تبصر. اصل الناس مش شايفاها بره. الناس بره لما يحصل مشكله يقول لك ربنا مش بيحبني. يا مغفل، ما فيش حاجه اسمها كده، ربنا بيحبك. ولو في مشاكل ده جزء من حبه ليك، ده تأديب، ده إصلاح، ده تهذيب، ده علاج. فطوبى لعيونكم. أحببتكم قال الرب فقلتم بما أحببتنا. شوفوا دول ناس مش شايفين بيردوا على ربنا يقولوا له تحبين على إيه بقى؟ ما في ناس ما تحبناش ولا حاجة. قال لهم صدقوني بحبكم. طب بأمارة أليس عيسو أخا ليعقوب؟ يقول الرب أحببت يعقوب وأبغضت عيسو. يعني إيه؟ يعني بصوا حواليك وهتلاقوا أن أنتوا ربنا مركز معاكم أكتر من غيركم، وأنتوا مختارين لأن أنتوا دخلتوا الكنيسة ونلتوا الأسرار. مش دي علامة حب؟ كونك جوه الكنيسة دي مش معناها حاجة كبيرة قوي، تعرف مكانتها لما تروح السماء. كونك بتخدم ربنا هي دي حاجة قليلة، ده أنت بقيت زي الملائكة اللي بيخدموا ربنا. أحببتكم تقولوا له بما أحببتنا، يقول هو انت مش واخد بالك ان انت مختلف مميز؟ انت مميز. سيبك من الغنى والفلوس والعلم، ده ما بيديش قيمه. ده انت كرامتك وقيمتك انك ابني وان روحي فيك. يبقى اول حاجه عاوزين نشوفها طول اليوم حب ربنا لينا. تعالوا كده نقضي يوم مره طول الوقت نتفرج ربنا بيعمل ايه، بيحبنا ازاي. هتلاقيه بيحبك بكل الطرق، بعت لك ناس حلوين عشان يقولوا لك بحبك، وبعت لك ناس وحشين يتعبوك عشان يقول لك بحشهم عنك، وبعت لك مشاكل عشان تكلمه، وبعت لك بركات عشان تباركه. يعني كل اليوم بيقول حاجة واحدة، أنا بحبك. بس اللي ياخد باله، يبقى أول صفة الله محبة مهما عملت ومهما حصل ومهما قيل لي. تاني صفة
نحتاج أن نراها طول الوقت، الله عادل. مشكلة أحبائي إن شباب كتير دلوقتي معصر متلخبط في ربنا بحجة إن ربنا مش عادل، وفي موجة إلحاد شديدة على المسيحيين في العالم كله، وأشهر ادعاءاتها هي الحتة دي: لو كان ربنا موجود كان عدل الدنيا، ما كانش ساب شعوب غنية وشعوب فقيرة، ما كانش ساب ظالمين ومظلومين، ما كانش ساب مرتاحين ومعذبين. طبعا ده تشكيك من الشيطان. ليه؟ لأن ربنا عادل، بس ربنا مش مستعجل. يعني إيه؟ ربنا يعدل لكن في الوقت اللي هو يشوفه مناسب. أديكم المثل المشهور اللي حكاه المسيح عن الغني ولعازر. المنظر بتاع الغني ولعازر منظر غير عادل. المنظر نفسه، واحد من شدة الغنى بيرمي الأكل، والتاني من شدة الفقر مش لاقي أكل. واحد مرتاح والتاني معذب في أمراض، حتى أن الكلاب بتلحس قروحه. المنظر يغيظ، والمنظر ده موجود في كل البلاد، في بلادكم دي وفي بلادنا وفي كل حتة، مش كده؟ هل الله غير عادل؟ استنى اسمع بقية الحكاية. الاتنين ماتوا. المنظر الجديد ايه؟ لعازر في حضن ابونا ابراهيم مرتاح، والغني في النار متعذب. والغني بيقول: ما تبعت لي يا ابونا ابراهيم، يبقى كان يعرف ابونا ابراهيم. ما تبعت لي لعازر، يبقى كان يعرف لعازر بس ما سألش فيه. يبل طرف صباعه نقطة مية لحسن انا لساني والع من النار. قال له: مش هينفع. وقال له بقى: شوفوا، شوفوا الحكمة، شوفوا العدل. أنت استوفيت خيراتك على الأرض، ولعازر استوفى البلايا، هو الآن يتعزى وأنت الآن تتعذب. عدل ولا مش عدل؟ يبقى اتعدلت، بس اتعدلت في الآخر، وهتفضل معدولة إلى آخر الظهور. يبقى هذا الزمان ليس زمان العدل، إنما في اليوم الأخير كل حاجة هتتعدل. فإذا اللي يشكك في عدل الله ده إنسان مش شايف، أما أولاد ربنا شايفين إنه ربنا عادل، حتى لو مضطهدين شايفينه عادل، حتى لو مجربين شايفينه عادل. هو ده الإيمان: طوبى لعيونكم لأنها ترى أن الله عادل رغم كل ما يحدث. يقول: إذ هو عادل عند الله أن الذين يضايقونكم يجازيهم ضيقا. يعني تسمعوا مثلا عن داعش واللي بيحصل في ليبيا وفي سوريا والعراق، حاجة توجع القلب. يا رب ولادك يتعذبوا والأشرار كده يعملوا اللي هم عاوزينه وانت سكت لهم. يقول: طولوا بالكم، طولوا بالكم، ليها معاد. هم ياخدوا مكافآت الاستشهاد ومكافآت الاضطهاد، ولادي عمالين يكسبوا، ما تعطلهمش، سيبهم ياخدوا أكاليل. طب والأشرار دول: عادل عند الله أن الذين يضايقونكم يجازيهم ضيقا. طبعا ليهم حساب عسير. وأنتم الذين تتضايقون راحة معنا عند استعلان ربنا يسوع. يبقى في عدل. في لوقا 16 الآية اللي قلتها لكم: قال إبراهيم: يا ابني أذكر أنك استوفيت خيراتك على في حياتك، وكذلك لعازر البلايا، الآن هو يتعزى وأنت تتعذب. مزمور تاني يقول: الرب مجري العدل والقضاء لجميع المظلومين. يبقى خلينا نراجع ونقول: الله عادل مهما تأخر العدل، والله عادل مهما زاد الظلم، والله عادل حتى لو ساد الغش. في الآخر ربنا لازم يعدل. أحكي لكم حكاية في مصر، ما عرفش تعرفوها ولا لا. كان عندنا في بلد في الصعيد حصل مذبحة مات فيها 20 شاب بأيدي الأشرار، وطبعا الكنيسة أو كل الناس رفعت قضية على مذبحة المسيحيين دي. طلعوا ولا متهم واخد أي حاجة، كلهم أبرياء، ومعروف كويس مين اللي قتله. في حاجة عندنا اسمها استئناف. استئناف يعني ايه؟ نعيد النظر في القضية تاني، كله أبرياء. طلع في حاجة اسمها نقض، آخر مرحلة في القضاء. النقض طلع مفيش حد مجرم، الناس دي اتذبحت كده لوحدها يعني.
فالبابا شنودة ساعتها قال كلمة تاريخية، الكلام ده مثلا من 10 سنين، قال نستأنف الحكم عند الله. يعني خلاص المحكمة على الأرض قفلت على كده، خلص الحكم بالبراءة لكل المجرمين. لما البابا شنودة قال نستأنف عند الله، في نفس الفترة دي كان في نار بتمشي في البلد دي، تمسك بيوت عن بيوت وتحرق بيوت عن بيوت، وحصلت حاجات غريبة جدا. كل البلد اللي حصل فيها المذبحة هم اللي قالوا ده قضاء الله. يعني ايه؟ ربنا بياخد بحق عياله، وخد بحقهم تمام. امتى؟ بدل الارض ما فيهاش عدل، ده مش معناه ان ربنا مش عادل، لا لا، ربنا عارف يعدل كويس قوي. لما ظلموا المسيحيين وعذبوهم، بدأوا بقتل المسيح و30 سنة يعذبوا في الرسل والمسيحيين، وربنا ساكت. جت سنة 70 ميلادية، وكان ربنا يسوع موصيهم، قال لهم لما تلاقوا أورشليم محاطة بمترسة اهربوا للجبال، لأن ده ساعة القضاء، دي ساعة دينونة أورشليم. سنة 70 ميلادية أورشليم دي اللي ذبحت آلاف المسيحيين ورجمت اسطفانوس وقتلوا يعقوب الرسول وشردوا الرسل وعذبوا مسيحيين بالكم، جم الرومان حرقوا أورشليم، قتلوا زيادة عن 500,000 يهودي، وخد ربنا بحق عياله. إذن ربنا عادل، لأن ساعات إحنا يصعب علينا لما نتظلم ونقول له أنت ساكت ليه؟ اسكت أنت، اسكت أنت، ربنا عارف بيتكلم إمتى، ولما بيتكلم كله بيكش، كله يرجع لورا. لكن أرجع وأقول إحنا موضوعنا إيه؟ طوبى لعيونكم. أنت قادر تشوف بعينيك إن ربنا عادل، ولا عينيك متلخبطة زي الناس وشايفه مش عادل؟ أنت قادر وسط اللي بيحصل تقول الله محبة، ولا راحت الصورة من عينيك فبتقول فين ربنا؟ فين الحب ده؟ مالها حياتي ماشية كده؟ صفة تالتة، الله قادر. الإنسان اللي عينيه مفتوحة يعني عنده بعد نظر، عنده نظر روحي، عنده إيمان، يقام بأمور لا ترى، يثق أن الله قادر طول الوقت. امبارح كنا بنقول ارفعوا إلى العلا عيونكم وانظروا من خلق هذه، من الذي يخرج بعدد جندها يدعو كلها بأسماء. يعني اللي خلق السماء والنجوم مش عارف يحل مشاكل الأرض؟ مش عارف يحل مشاكلك أنت الشخصية؟ ما ممكن يشفيك، وممكن يغنيك، وممكن يبدلك، وممكن يعمل كل حاجة، سهل قوي. يعني انت فاكرها مشكلتك دي أكبر مشكلة؟ ده مشاكل الكون صغيرة عنده. لكن انت شايف ولا مش شايف؟ ليكون عينيك مش شايف ان ربنا اله قوي، اله قادر، ولانه قادر يقلب الموازين، يعدلها. يحكوا مرة حكاية اظنها عن الاسكندر الاكبر. الاسكندر الاكبر ده كان شاب صغير لكن كان عبقري، وملك العالم في 10 سنين. امبراطورية اليونان دي، الحكم اليوناني، دخل مطرح الحكم الفارسي في 300 قبل المسيح، وعاش فترة صغيرة ومات بدري. الاسكندر الأكبر ده كان امبراطور قوي جدا. فمرة واحد من الشعب حب يقابله وفضل يزن عشان ياخد منه معاد، فسمح له بالمقابلة. وطبعا هو كان سخي، كان يدي بسخاء لأي حد. فالرجل دخل طلب حاجة زي ايه؟ زي 100 جنيه مثلا. قام قال العساكر بتوعه اسجنوه، فقالوا له نسجنه عشان 100 جنيه؟ قال لهم لا. قالوا له اللي قبله طلب 1,000,000 جنيه اديته. قال له ايوه، ما هو لما يجي للاسكندر يطلب 1,000,000 جنيه ده مقام الاسكندر، لكن لما يجي ليا عشان 100 جنيه يبقى بيستقل بيا. يعني ايه؟ عيب عليك تقف قدام ربنا تقول له هو انت مش قادر تجوزني؟ ليه يا اخوي؟ مشكله يعني انه يجوزك؟ دي شغله سهله قوي. انت بتستقل بربنا ولا ايه؟ الله قادر انه يبدل ممالك وشعوب، فما يصحش تروح ربنا، تروح له بطلب تافه. انت تروح لربنا تقول له بص بقى انا عاوز ادخل السماء، انا وحش ومنفعش، بس انا مش هطلب اقل من السماء. مش انت كبير؟ اديني يا كبير الحاجة الكبيرة، ما تدينيش حاجة صغيرة. يقول لك ايوه كده تعجبني انت، كده تدخل دماغي. ليه؟
تطلب الكبير من الكبير. لكن انت تروح لغاية ربنا تقول له انا عندي مشكلة في 100 جنيه، يا ابني دي على البيعة، دي ما نتكلمش فيه، هذه كلها ايه تزاد لكم، عيب نتكلم في دي. فاهمين المعنى اللي عاوز اوصله؟ ده نزل ملاك مرة، ملاك عشان بس كان عنده ملك كويس اسمه حزقية بيطلب، يقول له يا رب انا غلبان وشعبي صغير وقدامي ملك متفتري وجيش ملوش اخر. فاشعيا النبي قال له ولا يهمك خلاص وصلت ما تخافش. في نفس الليلة طلع ملاك، نفر ملاك، خد 185,000 في وشه. ايه ده الجبروت ده؟ الهنا قوي. انت شايف بقى ولا مش شايف؟ واخد بالك منها ولا لا؟ ولا انت شايف نفسك قليل؟ اكمنه يا عيني، اللي حوالينا اكتر، او اكتر فلوس او اكتر قوة، انت شايفها ازاي؟ ده انت نظرك ضعيف قوي. الذين معنا اكثر من الذين علينا بكتير، لان الواحد فينا مش بألف، ده الواحد فينا بمليون، بس لو هو فاهم ان الروح القدس فيه وفاهم ان الملائكة حواليه، طوبى لعيونكم لانها تبصر. تفكرنا دي عارفين بمين؟ بأليشع النبي. لما جم حصروا الاعداء، اكمنا أليشع ده بيعرف كل حاجة، فجيش كامل رايح يمسك نفر، فالتلميذ اترعب وقال له جايين يمسكونا انا وانت، بعتين جيش مش بعتين عسكري. فقال له افتح يا رب عيني الغلام ليرى، خليه يشوف ان اللي معانا اكتر. فلقى الجبل كله ملائكة. غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. كل مرة تيجي في بالك كلمة مش قادر، حط جنبها كلمة الله قادر. كل مرة تيجي في دماغك كلمة ما فيش فايدة، حط جنبها كلمة ربنا في كل الفايدة. اياك تبص على نفسك، انت نفسك صغيرة بس معاك اله قوي، انت صفر لا مؤاخذة، بس جنبك واحد صحيح تبقى ايه؟ تبقى 10، ولو صفرين يعني ضيع خالص. حط الواحد الصحيح تبقى ايه؟ تبقى 100. انتوا عارفين في الحساب ولا لا؟ طيب لو 3 اصفار يعني بايظ خالص، حط واحد صحيح تبقى ايه؟ يبقى كل لما كنت ضايع وناقص وعاجز وصفر، حط الواحد الصحيح، هتلاقي نفسك ايه ده؟ ده انت اقوى واقوى. طوبى لعيونكم لانها تبصر. يبقى الثقة في صفات الله، احنا ينقصنا الحتة دي، مش شايفين صح. تاني احنا نراجع بقى، قلنا 3 صفات مش كده؟ عينينا عاوزة تشوف ربنا بيحبنا طول الوقت، ربنا عادل طول الوقت، ربنا قادر طول الوقت. تعالوا ندخل على، طبعا الله قادر على خلاصي وعلى حمايتي وعلى تغييري. تغييري دي تهمني كمان. ليه؟ في واحد يقول اصلا انا مش بتغير. ايوه هتتغير، هو هيغيرك. يعني هي شغلانة؟ اللي خلقك يغيرك واللي فداك هيغيرك. تاني نقطة، وعود الله. احنا قلنا عاوزين نشوف بعنينا بالايمان صفات الله، وعود الله، ترتيبات الله. وعود الله، اول وعد، وعد الغفران. بصوا الشيطان احد اسماءه ايه؟ له اسم كده مشهور، الكذاب وايه؟ وابو الكذاب. الغريب ان الشيطان ملى العالم كذب، ملى الدنيا كذب، وبيكذب ويركز في الكذب مع اولاد ربنا بالذات. وكذبة مشهورة من الكذب اللي يقولها في ودانك، انت مالكش غفران، انت خطيتك ملهاش حل. من اشهر الاكاذيب اللي يروجها الشيطان، تعمل عملة سودة فيجي يقول لك ايه خلاص كده ضعت، خلاص انت مش وش سما، خلاص انت تروح جهنم ومكانك محفوظ هناك، وما تحاولش بقى، روح اغلط تاني وتالت. شوفوا ربنا يقول هلما نتحاجج يقول الرب، يعني اديني الحجة بتاعتك. تقول له اقول لك حجة ما تقدرش تتكلم معاها يا رب، انا كلي غلط، حجة. فيقول لك طب انا ارد عليك، ان كانت خطاياكم كالقرمز. القرمز ده لون يبقع، عارفين البقعة اللي ما تطلعش بالمساحيق، في بقع كده ما تطلعش بأي حاجة، بأي صابون، تبيض كالتلج. وإن كانت حمراء كالدودي، ده نوع من الخمر برضو اللي كان يبقع، تصير كالصوف. يعني هتقول له خطاياي مبقعة ما
مبهدلاني يا ابني، دي شغلتي انا مش شغلتك انت، انا اللي انظف انا اللي اشيل. في مرة تاني يقول انا هو الماحي ذنوبك لاجل نفسي وخطاياك لا اذكرها. دايما اتصور داود النبي داخل السماء، وبعدين ايه اول ما يشوف المسيح يتكسف ويبص في الارض ويقول له انا عارف اني زعلتك كتير لاني، ويبتدي يعد بقى خطايا كتير قوي داود ده. مرة عمل مجنون عشان يتحامى عند الفلسطينيين، وراح خد مرات الراجل بتاعه وللأسف قتله، وله حركات وحشة برضه. فربنا يبص له يقول له انت جيت يا حبيبي، ده ما فيش قلب زي قلبك. يقول له يا رب انا بكلمك في الاخطاء اللي انا عملتها. يقول له يا ابني ما عملتش حاجة. يا رب انت بتنسى ولا ايه؟ مش معقول تكون بتنسى. يقول لك لا يا ابني، انا ببص في الفايل بتاعك ما فيش حاجة، الفايل بتاعك نظيف، ما فيش غير قلب داود الحلو، قلب داود المهبب. حلو ايه ده؟ انا عملت وسويت. يقول لك خطاياك ايه؟ لا اذكرها. انا ما بفتكرش الحاجات دي ما بتجيش عندي. تبقى انت مكسوف وتقول له ده انا عملت بلاوي، ده انا لغايه اخر حياتي بغلط، ده وانا عجوز. داود قبل ما يمشي بشويه برضه حب يتمنظر كده وقعد يعد الشعب من غير ما يستأذن ربنا، وربنا اداله تأديب، وكان في ايديه دم، قال له ما تبنيش الهيكل عشان انت في ايدك دم. يعني خطايا كتير. قال له لا يا حبيبي خطاياك لا اذكر، انا خلاص انا ماحي ذنوبك، ماحي ديليتد، اتمسحت مش موجود. يقلب في يمين يقلب شمال انه يدور على الخطيه من البلاوي اللي حصلت، مفيش. طب ده مش وعد؟ انت شايف الوعد بقى ولا شايف خطيتك؟ خلي بالك بقى، الايمان يخلي عينيك مفتوحه على الوعد. طوبى لعيونكم لانها تبصر ولاذانكم لانها تسمع. احلى كلام، احلى كلام، انا هو الماحي ذنوبك، كلام حلو يخليك مبسوط على طول. لما يقول القديس يوحنا ان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا. بصوا احلى كلمه في الايه دي، كلمه كل، من كل اسم، يطهرنا من كل اسم ايا كانت الاسام تتشال. وعد كمان محتاج تشوفه، وعد بالاستجابه. عندنا وعد جميل بيقول كل من يسأل يأخذ، برضو فيها كل، ها دوروا على الكلات، الكل هتنبسطوا قوي في الإنجيل. كل من يسأل يأخذ، كل من يطلب يجد، من يقرع يفتح له. يبقى مش ممكن تكون طلبت طلب حسب مشيئته وهيقول لك لا، ده وعد. يا ترى انت شايف دي ولا مش شايفها؟ انظروا العز اللي احنا فيه، انك تقول له يا رب فلان ده انا بحبه مش عاوزه يهلك، ربنا يقول لك خلاص عشان خاطرك. ياه، ممكن كده؟ ممكن طبعا. طب يا رب انا الخطيه دي مش عارف اعمل فيها ايه، شوف بقى انشيلها انت. حاضر، يمكن مش السنه دي بس هتتشال لازم، لان كل من يسال ياخذ. زكريا واليصابات طلبوا زمان عيل، وبعدين كبروا فبطلوا يطلبوا خلاص يعني. وبعدين قالوا الملاك يقول له طلبتك قد سمعت. طلبت ايه؟ مش انت طلبت من 30 سنة عيل؟ انت لسه فاكر ده زمان، ده في عز الشباب. هلا بس معلش، متسجل عندنا، ما الطلب never deleted، الخطية always deleted، فمنها الطلب يفضل حتى لو طلبته مرة يفضل متسجل، الخطية هي اللي تتشال أول بأول. ايه العز اللي احنا فيه ده؟ طوبى لعيونكم لأنها تبصر. شايفها ولا مش شايفها؟ لو أنت شايفها تبقى عايش مختلف. يقول ادعيني في يوم الضيق أنقذك فتمجدني. وعد بالاستجابة، تدخل في زنقة تقول يا رب، يتدخل. يقول يا بني صهيون ابتهجوا وافرحوا بالرب إلهكم لأنه يعطيكم، آية جميلة، المطر المبكر على حقه وينزل عليكم مطرا مبكرا ومتأخرا في أول الوقت. يعني إيه؟ كانت الشعوب زمان أهم حاجة عندها المطر، ولغاية دلوقتي المطر خير دايما. وفي حاجة اسمها المطر المبكر والمطر المتأخر. يعني إيه؟ أول الموسم المطر مهم قوي، وعلى الآخر قبل الحصاد لازم إيه؟ شوية دش كده
يظبط الزرع. فيقول ما تقولش الهام، انا هديك كل حاجة في وقتها، في بركات بدري وفي بركات متأخر وكل حاجة متظبطة. وعد بالاستجابة، مفيش صلوة يا احبائي بتوه عن ربنا، لا لا، حتى لو انت نسيت انت طلبت ايه ربنا ما بينساش. وعد ثالث، وعد بالابدية، ربنا يحب يدي ولاده السم، يحب كده زي اي اب لما تكبروا ربنا يديكوا العمر كده ويبقى عندكوا احفاد مثلا، اليوم اللي يدخل لك احفادك فيه بيتك تبقى فرحان وتبقى سعيد ان عيالك واحفادك في حضنك وفي بيتك. ربنا عنده احفاد الاحفاد الاحفاد، وكل ما ننزل لتحت الحب ايه يبقى اكتر واكتر. فربنا فرحته الكبيره يلم كل عياله حواليه في السماء. اذا لما بيوعد بالابديه هو مش بيكذب، لا هو قد كلامه، هو نزل من السماء ومات عشان الابديه دي. فانت ليه مش واخد بالك ان في وعد غالي جدا انك هتروح السماء؟ يقول لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا وهو لا يشاء ان يهلك اناس بل ان يقبل الجميع الى التوبة. لكن لان سكة السماء عاوزة توبة، هو مطول باله لغاية ما كل يتوب، اكبر عدد يتوب عشان نطلع باكبر حصاد. ادي بس ترتيبات ربنا. يقول ابي الذي اعطاني هو اعظم من الكل، لا يقدر احد ان يخطف من يد ابي. يبقى المسيح ياخد الواحد يحطه في ايد الاب كده يقول له ايه بس خلاص دخل ايدك ما يطلعش. لا تخف ايها القطيع الصغير، اباكم سر ان يعطيكم الملكوت. لو انتوا فاكرين انا قربت اخلص، قلنا عاوزين نفتح عينينا على ثلاث صفات وثلاث وعود، صفه حب الله وعدل الله وقدره الله. وعاوزين نفتح عينينا على ثلاث وعود، وعد الغفران، وعد الاستجابه، وعد الأبدية. طيب آخر حاجة ترتيبات الله. ترتيبات الله أحطها في ثلاث كلمات برضو بسرعة. الإحباطات أبتدي بيها. عارفين الإحباطات؟ الفراستريشنز اللي هي تبقى عشمان في حاجة وما تحصلش، نفسك تنجح ما نجحتش، نفسك تلاقي شغل ما لقيتش، الفلوس ما تخلص خلصت، الأكل يطلع حلو طلع وحش، العريس جه طفش، إحباطات. طيب وهي دي كمان حاجة كويسة، بس افتح عينك، افتح عينك شوية، خليك معايا. الإحباطات جزء من الترتيبات. يعني ايه؟ ربنا ما بيغلطش في حساباته، كل حاجة مترتبة عنده، لأن في قاعدة تقول في هذه جميعها، يعني في كل الظروف بأشكالها وألوانها واختلافاتها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. هتطلع كسبان، استنى بس وبص على الأيام هتطلع كسبان. مرة تاني يقول نحن نعلم أن كل، فاكرين كل؟ قاعدة كل، أول ما تلاقي كل علم عليها في الإنجيل لأنها مريحة قوي الكلات دي. كل الأشياء تعمل معا للخير، يعني الفشل يعمل للخير والخسارة تعمل للخير أيوة، والأحزان تمام، والأمراض شغال، كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، الذين هم مدعوون حسب قصده. تبان في حياة واحد زي يوسف. يوسف أحبط جدا في إخواته، ما كانش مصدق أن إخواته يرموه في بير ويضحكوا عليه ويزلوه، وقعد يفكر أنه مسافة ساعة هصعب عليهم، هيجوا يشلوني ويطلعوني ويرجعوني لأبويا. جم ناس غرب خدوه، قال مش هيفوت أسبوعين أبويا هيجيبني من مصر، طبعا ده أبويا، ده أنا حبيب أبويا. أبوه هو مش هداريان أن أبوه اتقال له أن يوسف مات. أسبوعين بقوا شهرين بقوا سنتين، وأبوه مش عارف إيه اللي حصل. وبعدين يشتغل بأمانة في القصر، ياخد حتة إحباط، تطلع له ست هانم تضيعه تسجنه. يا رب يعني أنا أشتغل بذمة سجن؟ كان لازم أعمل زي العبيد البطلين؟ لا، يشتغل في السجن بذمة، يترقى يبقى سجين محترم. يا سلام، إيه اللي سجين يعني؟ خدنا إيه طيب؟ ما أنا عاوز أرجع لأبويا، عاوز أشوف عايش ولا مات، عاوز اشوفه وحشني لسه. احباطات احباطات احباطات، وفي الاخر يطلع يبقى رئيس مصر ويخلص العالم، ويجوا اخواته خايفين منه يقولوا له احنا افترينا عليك واحنا زلناك واحنا السبب في كل الغلب اللي شفته. قال لهم لا انا مش شايف كده، انتم قصدتم لي شرا والرب قصد به خير. انا ما كنتش باصص انها احباطات، انا باصص انها ترتيبات.
ربنا كان بيقسم، بيخطط، بيرتب، بيحضر لحاجة كبيرة قوي. فاللي انتوا شايفينه عملتوا فيها احباطات ورا بعض، انا كنت شايفها ترتيبات جميلة قوي لكي يفعل كما اليوم. بصوا النهاردة طبعا هو قاعد على عرش مصر بيخلص، مش مصر بس، العالم كله بيأكل من ايدين يوسف رمز للمسيح. بيقول لهم دي ترتيبات، وانا كنت هوصل لكده غير بالغلب اللي انتوا عملته ليحيي شعبا كثيرا. اتنين بركات من ضمن الترتيبات، بركات الله في ترتيباته بيدي بركات يومية وأسبوعية وشهرية بلا حدود، بيرتب بركات كتير قوي. تعبير جميل يقول ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقين. المائدة اللي كنا عندها الصبح اللي هي المذبح، ترتيب المذبح ده أحبائي نعمة مش هنفهم معناها غير لما ندخل السماء، وهنعرف عظمة اللحظات اللي كنا فيها دي. أغلى حاجة سابها لنا على الأرض جسده ودمه على المذبح. ترتب قدامي مائدة. طب انت حاسس بالبركة دي ان تبقى الكنيسة مفتوحة؟ احكي لكم حاجة. اول مرة عملت مؤتمر في استراليا حوالي 8 سنين ولا حاجة، وصلنا في قاعة كبيرة كده، وكان عدد بقى مثلا 700-800 واحد مثلا بيتناول. فجالي راجل كبير في السن بكى، قلت له خير بعد القداس بتبكي يعني؟ مش قال لي يا ابونا انا جيت استراليا من 40 سنة، كنا بنتنشأ على كنيسة، كان نفسنا نتناول، بنقعد بكام سنة مش قادرين نتناول عشان يجي لنا كاهن نتناول من ايده جسد المسيح ودمه. النهاردة عندنا كنايس في كل حتة، وشوف عدد المتناولين قد ايه. فأنا من فرحتي ببكي، لأن دول مش مقدرين يعني ايه تكون المائدة غايبة عنهم. ترتيبات دي بركات، كونك عندك كنيسة مفتوحة تقدر تتناول دي بركة لا تتصور. انتوا خدتوا بالكم بنقول ايه في القداس؟ جسد حقيقي ليسوع المسيح يعطى لمغفرة الخطايا وايه؟ ها؟ وحياة أبدية لمن يتناول منه. خدت حاجتين كبار قوي النهاردة، خدت غفران وخدت حياة أبدية. وهي دي تمنها كام دي بقى؟ يدفعوا فيها كام دي؟ ملهاش تم. طب مش دي بركات؟ مقدر العز اللي انت فيه؟ من يزرع بالشح بالشح يحصد، من يزرع بالبركات بالبركات يحصد. يعني لما تعمل خير في اخواتك، لما تطلع بسخاء اللي في جيبك، ربنا يفتح الحنفية على الاخر وتلاقي حياتك مليانة خير لا تتوقعه. بس انت شايف ولا مش شايف؟ طوبى لعيونكم لانها تبصر. شايف بركات ربنا ولا لسه بتحسب بالورقة والقلم؟ هو نظام ربنا كده، اللي يقفل على الفلوس تقف على كده، اول ما يطلع يجي غيرها ويجي اكتر. طبعا هو ده نظام ربنا، من يزرع بالبركات بالبركات يحصد. فاللي عاوز يدي كتير هيتمتع بعطاء كتير. طب ما دي ترتيبات الهيه ووعود امينه وخبرات. يعني ايه؟ روح دور. ده دي الحته يمكن القليله في الكتاب اللي قال طب جربوني في دي، فاكرينها؟ هاتوا الايه؟ هاتوا العشور وجربيني ان كنت لا افتح لكم قوة السماء، يعني هغرقكم بس جربوا. اخيرا الناس اللي في حياتنا جزء من ترتيبات ربنا، وهنا عاوز اقول اربع انواع من البشر اختم بيها. نوع في حياتنا ربنا حطه نتعلم منه، ونوع في حياتنا ربنا حطه نتعلم بسببه. نوع في حياتنا الاولاني تتعلم منه، في ناس كويسين في كل مكان ربنا حاططهم عشان تبص وتتعلم، وفي ناس ربنا حاططهم ينغصوا العيشه، يتعبوك يضايقوك، بس هتتعلم عن طريقهم الصبر والصلاه والحكمه والاحتمال. يبقى ده مفيد وده مفيد. نوع ثالث ربنا حطه في سكتك عشان تكسب على حسه رصيد في السماء، تحوش كنز في السماء. المرضى والفقراء والمحتاجين والمظلومين دول كلهم بتعمل استثمار عن طريقهم. والنوع الاخراني ربنا حطه في سكتك عشان يعرف المسيح على ايديك. يبقى اربع انواع من البشر، ما فيش غيرهم على فكرة. يعني اي شخص بتعامله تشخصه كده، ايوة انت من النوع اللي هتعلم منك.
انت من النوع ايوه اللي هتعلمني الصبر، كويس. انت بقى مكسب، انا اروح ازورك عشان ازور المسيح فيك واخد رصيد. انت بقى صيدة، انا وراك وراك لغاية ما دخلك السماء. لو انت عرفت تفكر بالطريقة دي هتلاقي ان ترتيبات ربنا حاطه في حياتك شخصيات كلها تساعدك تدخل السماء. يا واحد بتتعلم منه، يا واحد بتتعلم بسببه، يا واحد بتكسب عن طريقه، يا واحد بيكسب السماء عن طريقك. لإلهنا كل مجد وكرامة.